يخيل للبعض أن هذا المكان مهجور أو بناية تحررت لتوها، لكن في الواقع إنها بناية المجمع العلمي العراقي، واحد من أهم مراكز بغداد أو ما كان يجب أن يكون. فلنشاهد الإهمال الذي تعرض له هذا الساحر الكبير. منذ عام 1947 وإلى عام 2003، والمجمع العلمي العراقي يحتضن العلم والعلماء ويشرف على تعريب الكلمات وإيجاد المصطلحات العلمية وترجمة الكتب في المجالات التي يحتاجها في البحث والدراسة، لكن اليوم أصبح أطلالا ليس أكثر، ويعاني كما تعاني أغلب الدوائر العريقة في البلاد. مهام المجمع: أولا تعريب، ثانيا سلامة اللغة العربية، الحفاظ على سلامة اللغة العربية، ثالثا إنشاء الدوائر الأخرى اللي بالاختصاصات المختلفة. الحقيقة نعاني من مسألتين: المسألة الأولى هو عدم إقرار تشكيلة أعضاء المجمع، وهذا يؤدي إلى عدم نهوض باقي الدوائر العلمية بمهامهم ووظائفهم. ثانيا والأهم، هذا ميزانية المجمع اللي مخصصة منه قبل وزارة المالية خفضت إلى مقدار العشر، فأصبحت الميزانية التشغيلية بمقدار جدا ضئيل لا توازي عمل المجمع. الإهمال الواضح وضعف الإمكانيات المالية فضلا عن هجرة أغلب أعضاء المجمع جعل من هذا الصرح العظيم مكانا أشبه بالمهجور، لا يرتاده سوى موظفوه وهم قلة. حاليا المجمع توقف عمله بسبب ظروف البلد وهجرة معظم علماء البلد. المجمع العلمي هو من ضمن المؤسسات اللي المنظومة التعليمية في العراق، إذا نهض المجمع العلمي فبالتأكيد أنه بقية المؤسسة التعليمية في العراق هي أيضا تنهض. فنظرة الحاكم للعراق إذا اهتم بالتعليم فبالتأكيد راح يهتم بالمجمع العلمي. والله احنا يعني سبب هذا الإهمال اللي دشوفه بالمجمع سببه وزارة المالية والدولة يعني بشكل عام، لأنه شالوا من عندنا مخصصات ومدى ينطونا أصلا تشغيلية بالتمويل، يعني من المول للمالية الفلوس مدى ينطونا تشغيلية، فما نقدر نصرف لا أجور تنظيف لا أجور عمال، احنا رواتبنا تدمرت أصلا، يعني من موظف نص راتبه يطير، يعني شريد شنو اللي تريد تسوي يعني. ويشهد العراق تراجعا كبيرا في مستوى الحفاظ على المراكز العلمية التي كانت ترفد البلاد بأهم وأدق التقارير لتنحدر إلى اللا وجود نتيجة عدم وضع خطط استراتيجية لإدارة الموروث العلمي وإدامته من أجل النهوض بواقع البلاد. من بغداد، مصطفى حمدي،